طيب نروح لفرقتنا النهارده طبعا لساعتها الاخيره قبل يمكن 24 ساعه من مواجهه وادي دجله. طبعا مواجهه منتظره ومهمه جدا، وبالنسبه لي يمكن تكون المواجهه مش الاصعب ولكنها الاهم في الفتره اللي جايه، لانه المواجهه دي ان شاء الله باذن الله تحسم لنا صداره الترتيب مره ثانيه. نروح لزميلنا شريف شعبان من داخل النادي الاهلي نتعرف على اخبار تمرينه النادي الاهلي واستعداداته النهارده، ونطمن كمان على ايمن اشرف وبدر بنون. يا شريف مساء الخير. مساء الخير زميلي احمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الاول لازم طبعا اقول للصخره كل سنه طيب وعيد ميلاد سعيد، وعلى طول في ذاكرتي مشهد سنه 2000 نهائي كاس مصر الاهلي وغزل المحله في استاد القاهره. كان الاسطوره مانويل جوزيه بيتابع هذه المباراه واختار وائل جمعه في هذه المباراه ليكون فرد من افراد منظومه النادي الاهلي، ومن ساعتها الانجازات والبطولات ما شاء الله. كل سنه طيب ويا رب باذن الله اللي جاي كله يكون خير لي واعياد لي باذن الله. يا رب يا رب. نروح نبتدي معاك بقى كلامنا عن تمرينه النهارده، استعداداتنا اللمسات الاخيره قبل مواجهه وادي دجله، ويا ريت برضه شريف تطمني، كنت سامع كلام على انه ايمن اشرف وبدر بنون هيخضعوا للكشف الطبي عشان نتاكد من جاهزيتهم لمباراه بكره. تمام. التمرين كان في الخامسة مساء، ويمكن من قبلها كان في محاضرة فنية، محاضرة فيديو مستر بيتسو موسيماني مع لاعبي النادي الأهلي، وتعريف لاعبي النادي الأهلي نقاط القوة والضعف الفريق دجلة، وتحذير شديد اللهجة للاعبي النادي الأهلي من خطورة فريق دجلة وعدم النظر في ترتيبه في جدول المسابقة، الاهتمام بهذه المباراة بكل قوة علشان الأهلي يركب بطولة الدوري بكرة بإذن الله، في حالة بإذن الله فوز الأهلي بكرة على فريق دجلة. ومعروف طبعا لكل مصر كلها لو ركب النادي الأهلي ما شاء الله بإذن الله طبعا مش هينزل بإذن الله، ونحافظ بإذن الله على اللقب الغالي وهي بطولة الدوري العام. بعد هذه المحاضرة نزل الفريق إلى المران طبعا بحضور الأسطورة رئيس مجلس الإدارة الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب، اللي كان حريص على طول يروح له مستر بيتسو موسيماني ويعقد جلسة على السريع حوالي 7-8 دقائق ما بين الكابتن محمود الخطيب ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ وطبعا مستر بيتسو موسيماني والمترجم الدكتور عمرو محب. وعلى الجانب الآخر أيضا في جلسة الآن في ملعب التتش بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات، كل ده بيدور الان في ملعب التتش. الله اعلم اللي بيدور في هذه الكواليس، ولكن المؤكد هيكون خير طبعا لكل جماهير النادي الاهلي. بطمنك بقى على ايمن اشرف وبدر بنون، الاثنين موجودين ولكن فضل الجهاز الفني راحتهم، طبعا عمل المسحه الطبيه مع باقي لاعبي النادي الاهلي ولكن فضل راحتهم من مران اليوم والاكتفاء ببعض التمرينات في الجيم. حضور لاعبي المنتخب الاولمبي الست لاعبين ولكن الاكتفاء بعمل برنامج استشفاء ليهم. سالت مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ على يعني ممكن نلاقي عنصر او اثنين او حتى السته موجودين في قائمه المباراه، قال لي مستر بيتسو موسيماني حاطط اثنين او ثلاثه ممكن ياخدهم معاه في المعسكر، هنعرف بقى بعد نهايه المران، ولكن لازم برنامج الاستشفاء هنشوف الجهاز الطبي ممكن يقول ايه بعد عمل استشفاء لاعبي المنتخب الاولمبي، ممكن يبقى ليه راي طبي ولا لا، هيبان بعد نهايه المران. ولكن المؤكد اللي قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هيكون في اثنين او ثلاث لاعبين موجودين في قائمه المباراه، عندنا ثقه كبيره جدا في كل لاعبي النادي الاهلي، الاهلي بمن حضر، وباذن الله اي 11 لاعب بكره موجودين في ملعب قادرين باذن الله باذن الله على الفوز على فريق دجله باذن الله، اهم حاجه بس يكون التوفيق معانا وهنكسب بكره باذن الله. عاوز كمان اطمنك زميلي احمد على وليد سليمان، خلاص بتتكلم في اسبوع 10 ايام بالكثير جدا، وهيكون بيأدي التمرينات مع باقي زملائه، الكل بيشتغل، الكل بيعمل في منظومه كبيره هي منظومه النادي الاهلي. ولكن زميلي احمد خليني اكلمك في حاجه مهمه جدا قصدتها بعيني النهارده، لان كنت موجود النهارده في النادي من بدري. التمرين بيبقى الساعه 5، من 9 الصبح بتلاقي عمال الملابس موجودين، عمال ارضيه الملعب موجودين، بيتم قص الارضيه، بيتم دهان الخطوط في ارضيه الملعب، اللي بيجهز غرف اللبس، اللي بيجهز تيشيرتات اللاعبين من 9 الصبح عشان تمرين يكون الساعه 5 في الملعب، بيبقى جاهز للاعيبه النادي الاهلي، وفي غرف اللبس بيبقى جاهز لاعيبه النادي الاهلي. شابوه عمال النادي الاهلي اذا كان في غرف اللبس او في ملعب التتش، الكل بيعمل علشان ينجح المنظومه الكبيره، وباذن الله باذن الله باذن الله المنظومه تنجح باذن الله كالعاده، ونتوج ببطوله الدوري وكل البطولات في الفتره المقبله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان من داخل النادي الاهلي. دي كانت اخبار تمرينه النهارده.
وبالتاكيد الحقيقه انت بتتكلم على منظومه كبيره جدا، كل ترس فيها عارف دوره كويس جدا، وفي النهايه اذا كنت بتطالب ببطولات بتطالب بانجازات، عليك انك انت توفر المعطيات اللي تساعد نجومك على تحقيق ده. واعتقد ان النادي الاهلي قايم بالدور ده على مدار اجيال، مش بس بتكلم على الفتره الحاليه، على مدار اجيال كتيره جدا. دايما الاهلي الحقيقه بيسخر كل الامكانيات لاي جهاز فني او اي فريق في اي رياضه عشان يحقق بطولات، والا ما كانتش هذا الكم الكبير جدا من البطولات في الالعاب المختلفه. مش بس بتكلم على كره القدم، هي كره القدم الاكثر شعبيه حقيقي، لكن الحقيقه على مستوى كل الفرق وعلى مستوى كل الرياضات الاهلي دايما هو البطل.